اه ظهر كده تمام. مش مشكلة يعني اخد السيم بريف عملهولي بس اغير السيد والستار في لا خد الجوكر. اللوك بتاعنا بقى، اللوك احنا متفقين عليه. هو انا ليه طالع لي ان الالتيتيود 23,000؟ ده صح كده ولا ايه؟ الكروز altitude، اه طالع لي 23,000. انت وزنك كام؟ الكوست اندكس كام؟ الكوست اندكس عندي مش ظاهر لي اصلا. الكوست اندكس هتلاقيه في الـ PDF فوق على اليمين، صلي انديا وجنبيها رقم بتاعك. الشيفت بيقول لي فيلد فلوت بي دي اف دوت كوم. توصل بالسلامة يا صديقي. برضه مش ظاهر لي كوست اندكس في البي دي اف، ظاهر لي ام سي ار مش عارف ايه. طب وزنك كام؟ التوتال فيو الوزن عندي تيك 3000 اوف تقريبا. تيك اوف ويو. This parking is too تي او small for دبليو your aircraft. استيميتد او اكسورد. سي ار سي ار سلاح المدير عليه 4740. الاستيميتد 4005.
ده التيك اوف ويت ده التيك اوف ويت. اه ده الفيوز يا ابني، مش التيك اوف ويت بس، تي او دبليو. اه تي او دبليو 4500. 45000. لا 4005. ازاي يا ابني وزن سيارتك كله 4 طن؟ مش عارف. اوكي يا حبيبي، المفروض تقريبا نفسه في مشكلة، لأن لما عملتها بيقول لي سيد اور فيكس نوت فاوند وستار اور فيكس نوت فاوند برضه. طب لا بقى عشان احنا نجيب بيس لاك، انا برضه بتوعنا بتاعت الكنسة على طول بيس لاك مع الفرقة شده بقى طبعا في الجو بقى. دول الالتيتيود عندكم كم؟ عندي 37. انا عندي 37 بس انا بغير عن departure check completed bypass pin inserted. ولا مديني كوست اندكس والالتيتيود بيقول لي 22000 ومش عارف ايه ده. تقريبا مختار مود الطيارة خلاص، بس مديك التيك اوف ويت 4 كم بس، تبص الطيارة مش هيقل عن 30 40 كم. هو طارق طارق احنا ديبارت من 1-4. انا ديبارت من 3-2 وتقريبا الاتنين جنب بعض، بس انا ظاهر لي هنا عشان انا السين في عندي مختلف. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. معلش بقى يا يوسف، هاخد جناحك معايا يا باشا. فداك 1000 جنيه. السلام السلام. هو ليه بيحصل عندك يا فوزي؟ مش عارف ال جي سكس هو اللي كان بيتحرك فانا وقفته دلوقتي. Set parking brakes. باين عليها كده بس يعني.
cockpit to ground. We have a good engine start. Please disconnect. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Bypass been removed. Left is clear. Right is clear. أنا سامعك. أنا عندي الـ Zero Block Fuel بالـ LBS، خليها زي بالكيلو. من الإعدادات في الـ FMC. انت لفيت ورجعت مشيته ولا انت مكمل على طول؟ انا بحاول اطلع بس على طول اطلع فوق الجبال دي وبعد كده اعرف الف. انت كنت بتاعت من فوق يا ابني؟ طب حاول كده انت هتبقى في خناقه شويه بس هتطلع فوق. عنده مشاكل كتير او مشاكل مش هنفعل.
عم اطلع واطلع واتصرف فوق. ولا راضي يحسب ال بي 1 سبي ولا راضي يحسب في يعني ما حاشا بي 1 وقت فاهم بطلع واتوبس. احنا اصلا لا معانا مطار ولا معانا وينج ولا معانا اي حاجه. مطار اصلا مش راضي يظهر لي على الاقل. ظهر لي بس القرايب اللي مش اي حاجه يعني خالص. يا عم اطلع بس على طول ولا اسم. لا ادخل اصلا خالص. اطلع بقى اطلع ممكن الرحله الجايه ان شاء الله. يعني ربنا الطباعة صعبة. تبعت من ناحية سبان
نزلت الكوماند قبل كده؟ تقريبا في ميشن كيف 6 تقريبا يعني تقريبا هناخد أقل نفذ أو أقل ام دي يانكي بتاع رانوي زوتو اللي هو بتاع الدوشة ده كده كده يانكي هتلاقي الترانزيشن بتاعه ده الترانزيشن بتاعه ايه؟ دوشة دلتا ألفا أوميو كيلو إيكو يبقى هناخد الأرايفا بتاع ماك تانك وان دلتا ده أرنب يانكي ولا كتير؟ أرنب يانكي الترانزيشن هيبقى ضغط إن شاء الله يبقى ماك وان دلتا ده ريستارت والأرايفا أو أبروتش أرنب يانكي ونزول تو الترانزيشن بتاعنا ضغط نرجع مع بعض هقول لك دلوقتي عند مكة المفروض نبقى 9500 أو أبط ومن خيط وأبط وعند دلتي هل يشبيك 250 أو بلو رجع كده خطوة ورا أنا ببص على عامل كده بالظبط أما بالظبط
عشان احنا هنخش من عند دلتي هنعدي كده واستقبال وبعدين نلف جوه حول المنطقة وهتنين صعبة. وريني دلتي كده خلي دلتي 250 بلو بلو بي سبي سرعته كده 250 بلو سلاش عشان محطهاش عندك بس في ال عندي 250 لا بس هو هيثبتها 250 هي تبقى 250 هو اقل فيه فاكتب برافو سلاش حطها عندي بقى لا الناحية التانية الناحية التانية طب شكيت ازاي حضر عند دكتة كده تربطها اليمين صح؟ تربطها اليمين انا حال يتشل عندي انا ممكن يتمنى شو مرحبين بس في اي فضلين بسيط بس هاي طبعاك يسبيت لكس ولي يسبيت حاجة حتى وتقدر تقدر عند مانتا أباب 115 وعند دولتي أباب 105 أخش بقى الأبروتش هنا يا معلم هنطلع من دولتي المفروض يعني يبقى عند رقم 2 كيلو تانجو عند دولتي بعد دولتي في ويبل شهر دولتي تمام بعد اليوم في تانجو 566 عندي ارض 105 تمام دي حاجات بنحطها في تحت جنب الخطاط بعد كده كيلو تانجو 566 كيلو تانجو 566 كيلو تانجو 566 خمسة أربعة خلي الأبتكيب كان 7900 والسبيد 200 خمسة ستة أربعة والسبيد 200 أو 180 مساء الجمال مساء العسل يا طلبة إيه الأخبار عبد المنعم؟ أنا ثلاثة أيام ما عشان أصلا المطار تقطع عالي أولاد أصلا كنت تقطع وأبعتك كوية حتى كنت أرجع على 3000 فوق ما طبعا عامل إيه يا كابتن طارق؟ إيه الأخبار يا حمد إيه؟ أنت لازم تربطنا كده تبعته وبتاعته و... لا لا يا باشا مش معاكم لا طب أنا أفتكر خالص إيه يا عم أنت فين طيب؟ ما دخلتش معانا ليه؟ والله مسحت المحاكاة نزلت 12 اللي هو الكراك ده ما ظبطش معايا فشكلي هشتريه حرفيا مسحت الاكس بين 11 كلها كله تمام بس هو زي الفل كده هو كده كده هيعمل فيزا لو كنت بس انت كده عندك الدنيا في السرير شوف الله وما بقى بقول لك وانا لو مثلا موضوع الشراء ده اشتري ازاي؟ نعم ايوه الطريقه يعني اصل اول مره هشتري فمش عارف انا الطريقه بتاعتها ايه فيزا بقى كريدت ما ينفعش الفيزا بتاعت البنك الاهلي العاديه؟ بتشتري اونلاين لو بتشتري اونلاين؟ طب اعرف ازاي بتشتري ولا لا؟ بس انا فتح حساب بس عادي مش عارف طب في حاجه معينه كده يعني انت فتح حساب ولا دي فيزت بيرون في لا ده فتح بيها حساب لا طالما فتح بيها حساب خلاص يبقى تشتري المال بتاعه عادي انت تخش تحط الفيزا وتشتري هو بس هيحسبها لك وهياخد نسبه تقريبا 9% او 10% هي عامله بالظبط بالظبط مش عارف لحظه كده اه مش كده على ستيم عشان ستيم ارخص
على ستيم عامله 37 دولار حتى 10% مثلا. هذا بعد مره بنت يعني كده توتال كام؟ 41 دولار تضرب الدولار مع الدولار شوف ان الدولار النهارده بكام نضرب 41 لا يا عم مش قادر قصدك قادر ده اللي هو كدولار تمام حد الوزر عنده ميزانية يا ميزان عندي ميزان التاين بس الوزر هو الجلدان ما تشوفش ما ضغطتش الحتة بتاعت الوزر الجلدان دي أصلا عن الدارات تقولي لي جاهزة إن هي تشغل بس فكرة إن ما تشوفش مش عارف بس بفكر تقول فيها عشان تستخدم يعني بشوف على اليوتيوب ناس بيشغلها أو تبقى يا إما خيارة وقت الشين لينك لو تجيب الوزر بتاعها من بره المحاكي أصلا يا إما مش أنا اللي هتجيبها من بره المحاكي الوزر ده جوه القرارات كنت مكسوف في مقطع في كده اتش لينك شغالة كده كده يعني اتش لينك الوزر ده فيه شغالة أنا مكسوف لسه مشتغلش حاسس إن القرارات تقرا من بعض
ممكن انزله النقطة دي في التجمع على
الروكا رجالة، هو مين يضيع الشاطئ دي؟ في مصر اكس 16 ورانا. اكس 16؟ ايه؟ هو مش ورانا احنا بالذات يعني ولا؟ مصر بس هو يا ما شاء الله، معانا اسكوت؟ هو ده على 39. هو ده قدامي ده، هنشوف. انت على 37؟ على 37. تمام. الـ F16 الـ F أمك. عدوك. الرياضة عملية اشتوك الأول. هو ماشي ورا وأنا بقول له تقريبا. طالع فينا بحصل تلفة كان تقريبا مش عارف 50,000 ولا 40,000. سألك كده يلبس المسألة اللي فوق الراوند كده عنده
تجرب يطرد اللتر قد كده.
الواد ماشي فوزي بيلعب معاه صوره تقريبا. بص انا شايف الواد نقطتين ماشيين جنب بعض، هو بدأ يبعد عن الفوز.
عشان نفس الحب بتاعت الكلب الله هي اللي خلت شركة تانية كده مش معروفة بس الكلب الله هي اللي احنا مسمينها هي اللي تبقى حلوة الأب مش بس ما كنتش عارف افتح المايك.
الجاية كله بقى عامل حسابه من بيتي أو التكييف بتاعي 7500. طب هو لما توصل ل 7500 كان عامل حسابك إن أنت الكرسي جاهزة والديل جاهز بقى، أنت كل اللي بيعمل كده. وصلت لنا عدى من تحت. بص الميمو عندك على 4600، انت خليك متابع مع الأرنب، وأول ما توصل 4600 ومشيت في المصدر تسد تاني. بص متبقاش يعني مبسوط الصراحة.
يا جماعة أنا عملت لسه بوتش وبديت وبرجع تاني. ربنا يعينك. حاول ترجع على درجاتي يعني، عادي بس عشرة تلاتة أو 11,000 وخد دايت على درجاتي وابتدي أبص كده. مين مستر بوز؟
الطلوقة. لا انا ما انا لسه بوست ونزلت خلاص. الحمد لله انا جاي والله خلاص اخر واحد. Por exemplo, esse lado. الله وسلم ربنا معاك حبيبي. أنا شايفك أهو معاك. اللفة الأخيرة دي غبية أوي بصراحة. ده بس محتاجة هندلة بسيطة بس كده. أنا عندي التلاتة محتاجة 737 مش 777. أنا في المطار عايز تلات صغيرة.
وزيش اكسل تشغل الموسيقى وترقص؟ مش عندي اي حاجة دي. لا ما يا ريتني كنت ترتب ستيفن سينسيرفان بصراحة. أنا لا أعرف برضو كنت ترتب ستيفن سينسيرفان. لا حد جاي لا لازم تجي ستيفن سينسيرفان برضو سأستحمل ستيفن سينسيرفان برضو لا حد جاي أنا سبكة لازم تجي سبكة السلام. أطلبوا بقى خمودية مفيش مكان خالص على طول العصر. لعبت 22 اللي كانت معانا راحت فين؟ يا حب لعبت 22 اللي كانت معانا فين اهي؟ هو جاي اهو جاي على يمنا اهو. وريني كده ظاهر عندك ايه، لان هو عندي ظاهر ظاهر عندي ظاهرة كده. هو انا مش شايفه. اه شفته لعبت 22 برضه. Thank you.
الحمد لله على السلامة يا جماعة، الحمد لله على السلامة. المرة الجاية بقى خش لو أي شعبة كده قول لي من قبلها عشان أحتاج أعرف. أوكي هو كده كده مغيرة اشتركوا في القناة.